على الشغال. نعم. ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال العنبيطي رحمه الله في نظم الورقات باب النسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. النسخ لغه الازاله والنقل. تقول نسخت الشمس الظل، يعني ازلت، ونسخت الكتاب اي نقلت ما فيه، هذا في اللغه. طيب، اما اصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. نعم، متأخر ولا بد، سيأتي الآن في الأدلة في الشروط. نعم، إذن القرآن ينسخ القرآن وينسخ السنة، والسنة تنسخ القرآن وتنسخ السنة. أما الإجماع والقياس لا دخل له في النسخ، مفهوم؟ طيب، النسخ قد يكون من أدنى إلى أعلى، أو من أعلى إلى أدنى، أو من مساوي إلى مساوي. من مساوي إلى مساوي نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، هذا من مساوي إلى مساوي، لا فرق. نسخ من أخف إلى أثقل، من أخف إلى أثقل، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، قبل لم يكن هناك زيارة أصلا، وأصبحت الآن هنا زيارة، صار إلى أثقل. ومن أثقل إلى أخف آية المصابة، كان الواحد يقابل عشرة، أصبح الواحد يقابل اثنان، مفهوم؟ طيب، نعم. قال رحمه الله: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. نعم، هذا في اللغة النقل والإزالة. نعم. وحده رفع الخطاب لا تقيده وتحكم بالخطاب السابق. لابد معرفة المتقدم من المتأخر، إذا أمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن وجب الترجيح، ويعرف المتقدم من المتأخر بالتاريخ، كقول كان آخر العهد من النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان هذا يقال زمن خيبر، مفهوم؟ نعم، أو بخبر الصحابي أو بالنص. نعم. قال رحمه الله: رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو. نعم، يعني لولا جاء الدليل الثاني لكان الدليل الأول باقيا على حكمه كما هو. نعم. إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. لابد أن يتراخى عنه في الزمان. نعم. وجاز نسخ الرسم دون الحكم. جاز نسخ الرسم دون الحكم، يعني قد ينسخ الرسم ويبقى الحكم، يعني الآية لا تجدها في القرآن ولكن الحكم يبقى، سبحان الله. لماذا؟ لا يسأل عما يفعله هم يسألون. اختبار وامتحان الأمة بما لا يجدون لفظه في الكتاب والسنة ويعملون، خلاف حال اليهود، كتموا آية الرجم وهي لديهم، ونحن نعمل وإن كانت الآية قد نسخ الرسم، مفهوم؟ أي نعم. وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم. نسخ الحكم دون الرسم هذا كثير. لماذا؟ لو جاءنا، قد يأتي سفيه من السفهاء ويقول
لماذا الآن الآيات المنسوخة موجودة في القرآن؟ لو تحذف يكون أحسن. سفيه. نقول سبحان الله، أنت عبد؟ لابد يقول نعم، لابد يقول نعم. والعبد ليس له إلا الرضا والتسليم، يقول آمنت وصدقت وسلمت. ثم نحن نريد أن آيات القرآن كلما تزيد كلما يزداد الأجر. ثم تذكير الأمة بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا نعرف قيمة الصحابة رضوان الله. كان الواحد يصابر عشرة ولا يفر، والقيام أيضا القيام بوظيفة الشكر إذا كان النسخ لا أخف، وبوظيفة الصبر إذا كان النسخ لا أثقل. إذن حكم مترتبة من هذا. فكيف يأتي بعض السفهاء ويتكلم بهذا الكلام؟ نعم. قال رحمه الله: ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه، وذاك تخفيف حصل. نعم، إما تخفيف أو إلى أثقل أو إلى مساوي. نعم. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، مما قد نسخ يعني. نعم. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ. تقدم. ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب. يقول: والصحيح أن السنة تنسخ السنة وتنسخ القرآن، لكن العلماء رحمهم الله تعالى الذين قالوا بهذا القول لم يجدوا مثالا صحيحا مستقيما. مفهوم؟ أي نعم. قال رحمه الله: وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ. الحديث المتواتر ينسخ الحديث الآحاد والحديث المتواتر، والآحاد كذلك ينسخ المتواتر وينسخ الآحاد، وسيأتي المتواتر بإذن الله. واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. نعم. قال رحمه الله: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. الآن هذا هو القسم الثاني. القسم الأول علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، انتهينا الآن، ممكن يبقى بعض الأشياء تأتي لا أشكال. القسم الثاني كيفية الاستفادة منها، كيف نطبق الآن على النصوص، سيأتي الآن تعارض والجمع بين الأدلة. مفهوم؟ القسم الثالث حال المستفيد، سيأتي في المفتي والمستفتي والمجتهد والمقلد. نعم. قال رحمه الله: تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام. لا يمكن يأتي التعارض في الكتاب والسنة، وإن وجد نرجع إلى العلماء، فلا بد من طريقة للجمع، لأن القرآن قال الله سبحانه وتعالى فيه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دلت الآية أن القرآن عندما كان من الله لا يمكن نجد فيه اختلاف، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فلا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يخالف فيه القرآن. وإن وجد تعارض فلا بد أن تجد من يجمع بين هذا التعارض. مفهوم؟ وهو سيقول يعني الآن يأتينا إنسان يقول هناك تعارض بين الخاص والعام. لا تعارض بين الخاص والعام، ولا بين المطلق والمقيد، وعلى هذا تسير. نعم. قال رحمه الله: تعارض النقطين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام: إما عموم أو خصوص فيهما، أو كل نطق فيه وصف منهما. نعم. أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، فالجمع بين ما تعارضا هنا في الأولين واجب إن أمكن. دائما إذا أمكن الجمع وجب المصير إليه. نعم. وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، لأن لو عرفنا التاريخ حكمنا بالنسخ، وإلا نتوقف حتى يفتح الله علينا. نعم. فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، لما تقدم من شروط النسخ. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم. نعم. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق، من كل شق حكم ذاك النطق. نعم، لدينا دليل
ودليل، وما استطعنا النجمة ولا عرفنا التاريخ. قال تعمل بالأول فيما لا يعارض فيه الثاني، وبالثاني فيما لا يعارض فيه الأول. نعم. قال رحمه الله: فاخصص عموم كل نطق منهما بالحروف من قسمه، واعرفنهما. باب الإجماع. الإجماع لغة العزم والاتفاق. قال: إن قومي تجمعوا، ركب على الدابة على البعير، عفى الله عنه الزمخشري، ركب على البعير وكان أردف خلفه والده، وخرجوا إلى الحج. فعندما رأى الأب الحجيج قال: يا بني، أما تخشى أن يكون هؤلاء خصومك يوم القيامة؟ الوحيد في الأمة الذي يقول بماذا؟ بالاعتزال. قال: يا والدي، والله لا أخشى ولو كان شق البعير. من شق البعير؟ ها؟ نعم، يقصد الأب، مؤدب في الكلام لكن في الشريعة أمر آخر. ما استطيع حتى يقول له: حتى أنت تخالفني؟ لا علي، لا. قال: ولو كان شق البعير. ثم أنشد، قال: إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. جمع التكسير تقول: جاء الرجال وجاءت الرجال. قال: كل جمع مؤنث. قال: أنتم جمع لكن إناث، ما تصنعوا شيء ولستم أهلا للحرب. هذا على الباطل ولا يبالي. ومن ينتسب إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الأمة، وتراه أحيانا يطعطع رأسه ولا يتكلم، ويتقدم الرويبضة، ويتكلم من هو مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، يؤم الناس ويخطب ويصنع، وهذا يتفرج. لا، لابد من القيام. أبو بكر رضي الله عنه عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي بأحد في دين الله، صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم في الناس، لأنه هو يعلم أن هذا الوقت لابد له من القيام، وإلا كان أحيانا يتحرج من التقدم إلى الصلاة. رضوان الله على الصحابة أجمعين. نعم. أما الإجماع في الاصطلاح هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي. اتفاق خرج بهذا وجود خلاف لكن مستقر. اتفاق مجتهدي خرج بهذا المقلد والعامي، هذا لا يعد، لا وفاق ولا خلاف، مفهوم؟ مجتهدي هذه الأمة خرج بهذا، إجماع أو خلاف غير هذه الأمة مع هذه الأمة، لأنه لا اعتبار بهم. بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، خرج بهذا ما لو أجمعوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شو يسمى؟ يسمى ماذا؟ يسمى إقرار. إن علم به النبي صلى الله عليه وسلم يقول إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعلم به قلنا إقرار من الله سبحانه وتعالى، لأن الأفعال التي كان يفعلها أهل النفاق ولا يدري عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنكرها الله سبحانه وتعالى عليهم، ولهذا قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ننهى عنه لنهانا عنه القرآن. بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي خرج بهذا ما لو أجمعوا على حكم عادي أو وضعي، مفهوم؟ إذن هذه الضوابط عندنا في الإجماع. عندنا إجماع قطعي، وهذا
ما هو معلوم من الدين بالضرورة، منكر وكافر، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام يبين له، فإن أصر كفرنا وإلا تركنا. وجوب الصلوات الخمس، وجوب الزكاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، تحريم الربا، تحريم الزنا، نعم هذا معلوم من الدين بالضرورة، يسمى إجماع قطعي، يعني مقطوع فيه، لا أحد يستطيع يخالف فيه. الثاني يسميه العلماء إجماع ظني، وهذا الذي فيه الخلاف. أرجح الأقوال فيه كما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله الجميع، يقول أرجح الأقوال فيه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث قال، ها ماذا قال؟ من يعرف؟ لا أحد. والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح القرون الثلاثة المفضلة، إذ بعدهم كثر اختلاف وانتشرت الأمة، يعني نستطيع أن نضبط العلماء في هذه الأزمنة الثلاثة. أما الآن تستطيع حصر العلماء في هذا الزمن؟ لا. ويحمل على هذا قول الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال من ادعى الإجماع يعني بعد القرون المفضلة الثلاثة فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا، لأنه لا يستطيع حصر العلماء، لكن في القرون المفضلة الثلاثة نستطيع حصر العلماء. إذن هذا الإجماع الظني أرجح الأقوال فيه أنه ينعقد في الأزمنة الثلاثة، أما بعد هذا ما يمكن. طيب بعد هذا لدينا إجماع يسميه العلماء إجماع سكوتي. ما هو الإجماع السكوتي؟ أن يقول أحد المجتهدين قول، أحد أولا مجتهد يقول قول أو يفعل فعل، ويشتهر هذا القول أو الفعل بين أهل الاجتهاد، ولا ينكر أحد مع قدرتهم على الإنكار، لا ينكر أحد مع قدرتهم على الإنكار. ما نقول أجمعوا، نقول سكتوا، والسكوت علامة ودليل على الإقرار، مفهوم؟ أي نعم. هذا يسميه العلماء إجماع سكوت. نعم. قال قال هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكري، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. نعم. واحتج بالإجماع من الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. نعم، لأنها معصومة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. نعم. وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله. يقول إذا أجمع الصحابة رضي الله عليهم كان هذا حجة على من يأتي بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم. نعم، يعني ما يستطيع اختلفوا. نعم. ثم انقراض عصره لم يشترط أي من انعقاده وقيل مشترط. هل يشترط انقراض العصر أو لا؟ ما معناها؟ يعني يقول أجمع الصحابة رضي الله عليهم على مسألة، هل يشترط انقراض العصر؟ يعني يموت كل من أجمع، يعني كل الصحابة مثلا. قال لا، لا يشترط، مجرد اتفاق الصحابة انعقد الإجماع، مفهوم؟ أي نعم. لأن لو قلنا بانقراض العصر قد يولد إنسان ويكون من أهل الاجتهاد ثم يأتي يخالف، معنى هذا لم ينعقد الإجماع. نعم. قال رحمه الله ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوا. على القول الأول عدم اشتراط انقراض العصر، متى ما اتفقوا لا يجوز لواحد منهم أن يخالف ويرجع عن الإجماع. على القول الثاني لأنه لم ينعقد الإجماع حتى انقرض العصر يجوز لهم الرجوع. نعم، الصحيح قلنا الأول. قال رحمه الله وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. نعم، على قول. ويحصل الإجماع بالأقوال. يحصل الإجماع بالأقوال، نعم، كما مثلا في تحريم الزنا. نعم. ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال. نعم، بالأفعال، يعني الآن حدود مثلا عرفة، المسجد الحرام، المسجد النبوي، أجمعت الأمة على أن هذا المكان هو المسجد الحرام وهذا المكان المسجد النبوي مثلا. نعم.
وقول بعض حيث باقيهم فعدوا بانتشار مع سكوتهم حصل. هذا الإجماع السكوتي، قول بعض أهل الاجتهاد واشتهر بين أهل الاجتهاد والسكوت حصل منهم. نعم. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجليل فهو لا يحتج به. الإمام الشافعي رحمه الله له مذهب قديم ومذهب جديد. الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على أصح الأقوال. قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟ نعم حجة، ما لم يخالف نص من كتاب أو سنة أو يخالف قول صحابي آخر فيرجح بينهما. لماذا نقول قول الصحابي حجة؟ نقول قول الصحابي عندنا قد يكون هذا القول حكاية من هذا الصحابي عن إجماع الصحابة رضو الله عليهم، لكن ما نقل لنا الإجماع، مفهوم؟ وإجماع الأمة حجة خاصة الصحابة. الثاني أن يكون هذا، أو لعله هذا يكون الأول، أن يكون هذا قول الصحابي هو حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يرفعه. ونحن نعرف يعني أحيانا أحاديث ينقلها الصحابة رضي الله عنهم، حتى نحن الآن أحيانا تقول لإنسان اتق الله حيثما كنت، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تقل قال عليه الصلاة والسلام، صح؟ نعم. إذن هذا الأول، أن يكون هذا حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع الصحابة عليه، هذا الثاني. الثالث يكون هذا القول قال به أكثر الصحابة رضو الله عليه، على ما يقال عندنا اليوم الجمهور. الثالث أن يكون هذا، الرابع أن يكون هذا هو فهم الصحابة، والصحابي أدرى بأصول الشريعة ومقاصد الشريعة، مفهوم؟ أو الأخير ممكن يقال أن هذا قول الصحابة، وهم قول صحابة، والصحابة رضوان الله عليهم أتقى لله منه، نعم، وأعلم بالله منه، وشاهدوا التنزيل، نعم، ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أبعد عن الخطأ منا، مفهوم؟ إذن نأخذ بقوله، إذن قول الصحابي حجة ما لم يخالف نصا من كتاب أو سنة أو يخالف قول صحابي آخر فيرجح بينهما، مفهوم؟ لكن لا تستعجل في الرد، نصيحة، لا تستعجل في الرد، لأن بعض الشباب هدانا الله إياه مجرد ما يسمع قول صحابي وهو في الظاهر يرى مخالف لنص من كتاب والسنة يستعجل في الرد، يقول هذا القول لعله يقول باطل أو كذا. لا تستعجل في الرد، لا تأخذ، لا إشكال، أما الرد لا تستعجل فيه، مفهوم؟ تأمل، انظر، راجع، ابحث، لعل هناك خلاف في المسألة لا تعلمه، أو هذا الأثر ضعيف أو الحديث ضعيف. تأنى، من تأنى نال ما تمنى، وقد يكون مع المستعجل الزلل. قال إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، منها الأنا، حلم والأنا مثاله، لأن هذا مهم. في لدينا مسألة في الفرائض، ما هي؟ العمرية، الغراوين والعمريتين، زوج وأم وأب، وزوج وأم وأب، الأبوين مع أحد الزوجين، صح؟ خلاصة الأم هنا تأخذ ثلث البار، وكان يفتي بهذا زيد رضي الله عنه، وزيد إمام، قال عليه الصلاة والسلام أفرضكم زيد، صحح الألباني رحمه الله. ابن عباس رضي الله عنهما يعطي الأم الثلث كاملا، مفهوم؟
وكان ابن عباس رضي الله عنهما يحتج بالقرآن، صحيح؟ قال الله سبحانه فلأمه الثلث، نص في القرآن. فقال زيد رضي الله عنه لابن عباس رضي الله عنهما، قال يا ابن عباس أنا وأنت نفتي برأينا، أنا وأنت نفتي. عندما تسمع هذا الكلام تقول كيف زيد هنا رد دليل من القرآن واضح، فلأمه الثلث، وزيد رضي الله عنه يقول لا، ثلث الباقي ليس الثلث كاملا، ويقول أنا وأنت نفتي برأينا. لو تتدبر المسألة تتأمل فيها تجد الحق مع زيد، وكل الصحابة تقريبا مع زيد، ما خالف إلا ابن عباس رضي الله عنهما. طيب إيش نصنع الآية؟ قال الآية ليس فيها أحد الزوجين، خرجت المسألة عن الاحتجاج أصلا، مفهوم؟ أي نعم. تأمل، وأنت تعرف أن هناك كان لديك بعض المسائل تنكرها وتخالف وتأتي بالأدلة وتناظر وتصنع، واليوم تقول بالقول الثاني، صح؟ أي نعم. يقال والله أعلم في المشركة، وهذا لا يصح عن عمر، أنه أفتى في العام الأول بماذا؟ بحجب الإخوة الأشقاء. في العام الثاني عندما قالوا له هب، يعني افترض أن أبانا حجرا ملقا في اليم، الأمثلة على الفرائض اليوم، هب أن أبانا حمارا، فأعجبوا هذا فقضى أن يشتركوا في الثلث. فجاء الذين ورثهم منعهم عمر رضي الله عنه في العام الأول وقال أعطنا، قال ذاك بما قضينا وهذا بما نقضي، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، مفهوم؟ أي نعم، قد يقول الإنسان قول ثم يرجع عنه. نعم. قال رحمه الله ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضاعفوه فليرد. والصحيح أن قول الصحابة رضي الله عليهم حجة ما لم يخالف نص من الكتاب والسنة أو قول صحابي آخر فيرجح بينهما. باب الأخبار وحكمها. الآن أراد أن يذكر لك يعني شيئا من مصطلح الحديث، صحيح؟ أي نعم. لماذا؟ لأنه ترى في كتب الفقهاء تقرأ حديث صحيح، حديث ضعيف، مرسل، متواتر، آحاد، فأراد منك أن تفهم. هو الآن هذا ليس بدرس في المصطلح، لكن يريد أبين لك بعض المصطلحات التي يذكرها الفقهاء لا علماء الحديث. هنا قصده. نعم. قال رحمه الله والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل. نعم، يحتمل هذا ويحتمل هذا، وقد تقدم معنا عندنا أخبار لا تحتمل الكذب، وأخبار لا تحتمل الصدق كالمستحيل شرعا أو عقلا، والثالث يحتمل هذا ويحتمل هذا. نعم. تواترا للعلم قد أفادا وما عدا هذا اعتبر أحادا. الحديث المتواتر يقول يفيد العلم، نعم، والحديث الآحاد يفيد العلم بالقرائن، يفيد العلم بالقرائن. يا إخواننا عندنا مسائل في هذه الأيام مشكلة، لو تتكلم بها قد تكفر عند بعض الناس، صحيح؟ فإيش تصنع؟ على ما يقول العوام ضعها في رأس عالم واطلع منها سالم، صدق والله. يعني الآن حصل عندنا ما حصل من المظاهرات والخروج على الحكام والربيع الذي سميه الربيع، المهم وهو ليس بربيع والله. عندما يأتي الشيخ في خطبة الجمعة مثلا في مسجد من المساجد، لو خطب وقال هذا كذا وكذا ومخالف لما كان عليه السلف ممكن يقتل ويضج المسجد، ايش يصنع؟ يقول قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان المظاهرات وكذا ليس له علاقة بالإسلام، وضعها في رأس من؟ شيخ الإسلام.
إذا أردتم أن ترد ترد على شيخ الإسلام، أنا ليس لي علاقة، أنا ناقل، مفهوم؟ أي نعم. هنا الآن في هذه المسألة تقول حديث الآحاد يفيد العلم بالقرائن، احتفت القرائن أنه يفيد العلم. لماذا؟ لأنه لم يأتي شيء يخالف هذا، فهو الآن يفيد العلم بالقرائن، مفهوم؟ نعم. لا للظن. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه خبر لا باجتهاد، لا باجتهاد بل سمعا أو نظر. نعم، هذا الحديث المتواتر رواه جمع عن مثلهم إلى منتهى الحديث، ويستحيل في العادة أن يتواطأوا أي يجتمع على الكذب. نعم. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنع. نعم، لابد جمع عن جمع عن جمع عن جمع. نعم. ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل. نعم، قلنا يفيد العلم بالقرائن وارتاح. نعم، هذا قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله. لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهما. صحيح وحسن وضعيف. الحديث المتواتر صحيح، والحديث الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. نعم. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. لا، هذا ليس بالمرسل. ما هو الحديث المرسل؟ نعم، ما رفعه التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تمام، لكن لو قال ما سقط منه الصحابي، الصحابة عدول ثقات، لو أسقط صحابي حديث صحيح معروف، صح، لا يحتاج البحث عن الصحابة رضي الله عليهم، لكن لا ندري. ولهذا قالوا أن مراسيل كبار التابعين صحيحة. لماذا؟ لأنه قال لم يروي هذا إلا عن الصحابة، معنى هذا أنه أسقط صحابي، وإذا أسقط صحابي الصحابة عدول. نعم الشيخ. للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. نعم. كذا سعيد بن المسيب يقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. هذا يرجع فيه العلماء الحديث، نريد فقط الآن نسمع هذا الكلام المرسل وكذا. نعم. وألحقوا بالمسند المعنعنى في حكمه الذي له تبين. نعم، الآن إذا كان الراوي لا يعرف بالتدليس يحمل قال وعن، الألفاظ التي تحتمل عدم السماع تحمل على الاتصال، إلا إذا كان ممن هو معروف بالتدليس. مقطوع يا شيخ، إذا ما في الصحابي مو مذكور، الصحابي مو مقطوع. لا، ما في إشكال، إذا الصحابي أسقط صحابي على ما قال لا إشكال. نعم. قال وقال من عليه شيخه قرا حدثني كما يقول أخبره. نعم، صيغ التحمل يعني الحمل، يحمل الحديث، والأداء يعني تبليغ الحديث. نعم. وقال من عليه شيخه قرا حدثني كما يقول أخبره. نعم. ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. نعم. باب القياس. القياس لغة التقدير والمساواة، وهو اصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. إذن عندنا أربع أركان للقياس. أي إنسان يقول قياس تقول أعطيني أربع أركان: أصل خمر، فرع عصير مشكل. مثال: الحكم للأصل التحريم، والعلة الإسكار. فعصير مشكل إذا كان يسكر فهو حرام قياسا على الخمر. نعم، وإلا فهو جائز وحلال، مفهوم؟ طيب. قال رحمه الله: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، ويعتبر ثلاثة في الرسم. نعم. لعلة أضفه أو دلالة. يقول قياس العلة، وقياس دلالة، وقياس الشبه. نعم. لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم
المعتبر أحواله. نعم. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة. نعم. لكن هذه العلة لابد أن تكون ثابتة بالكتاب أو السنة أو الإجماع. نعم. أما إن كانت العلة يسميها العلماء رحمهم الله تعالى تعبدية، يعني ليست ظاهرة المعنى، فهذا ما يمكن يقاس عليها. مثال الآن، أنا أعطيكم أمثلة الآن على القياس. يقول أكل لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على الإبل، لماذا؟ ما هي العلة؟ قال العلة المشابهة، مفهوم؟ نقول لا، لأن علة الوضوء من لحم الإبل هذا تعبدي، ما عرفنا العلة غير منصوص عليها أصلا، مفهوم؟ فلا يمكن القياس هنا، نقول القياس باطل، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإيذاء منع. انتبه معي، أين الأصل وأين الفرع وأين الحكم وأين العلة؟ تعرف؟ الله يفتح عليك. الأصل ما هو؟ قول أف فقط، والفرع الضرب، والحكم التحريم بالكبيرة، تمام، والعلة الإيذاء، بل هذا إيذاء أكثر، قياس أولى هذا، صح؟ الله يفتح عليك. نعم. فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. نعم. كقولنا: مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أين النمو. نعم. أين الفرع والأصل والعلة والحكم؟ من يعرف؟ ها الشيخ. زكاة. زكاة إيش؟ الأصل زكاة إيش؟ زكاة مال البالغ، والفرع زكاة مال الصغير، والحكم وجوب الزكاة إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، والعلة النمو، ليس لنا علاقة بالمالك سواء كان صغير أو كبير. نعم. مال مدخر حال عليه الحول وبلغ النصاب، مفهوم؟ نعم. والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا. هذا يسميه العلماء قياس الشبه. ما هو؟ يقول أن يتردد فرع، فرع واحد بين أصلين مختلفي الحكم، يعني عندنا في القديم كان أصل، الآن عندنا أصلين، هذا له حكم وهذا له حكم، والفرع واحد، فنلحق هذا الفرع بواحد من الأصلين أكثرهما شبها، مفهوم؟ بالمثال يتضح. البغل، البغل الآن أكل لحم البغل حلال أم حرام؟ ننظر، هو متولد من أصلين، من أصل حرام وأصل حلال، خلاص. أكل لحم الحصان حلال وأكل لحم الحمار أكرمكم الله حرام، فهل نلحق البغل بهذا أو بهذا؟ قالوا: لا تلحقوا لا بهذا ولا بهذا، لكن تأخذ بالأحوط وهو قياس الشبه ضعيف، خلاص لا يصح. تلحق بماذا؟ بالأحوط، بالتحريم، خلاص. الشيخ عندهم قاعدة عند العلماء رحمه الله، يقول: الولد يلحق الأب في النسب ويلحق الأم في الحرية والرق، مفهوم؟ ويلحق أفضلهما في الدين لا شك، ويلحق أخبثهما في اللحم. هذه أربع قواعد عندهم. الأب دائما ينسب إلى الأب، إلا نسأل الله عافية والسلامة ولد الزنا ينسب إلى أمه. يلحق في الحرية والرق الأم، متى استرققتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فالعبرة بالأم حال الولادة، مفهوم؟ نعم. الثالث
إلا أم الولد، هذا سيأتي إن شاء الله. الثالث في إيش؟ في الدين، الأب مسلم والأم نصرانية، يلحق أيهما؟ الإسلام. أخبثهما البغل. من الأخبث؟ حمار، فيلحق به. هذه والله قواعد تمشي عليها ترتاح. أي نعم. إذن هنا لا قياس، ونقول الامتناع عن أكل الحلال. الشيخ راشد يقول أنا لا أكل اللحم، ما أستطيع، لا أكل اللحم حلال صح، وهذا قال أنا لا أكل مثلا البطيخ مثلا، لا إشكال، لكن أكل الحرام حرام، فهذا يمتنع عن أكل الحلال لا إشكال فيه، لكن لو أكل الحرام حرام في إشكال، فيمتنع عن أكل البغل وانتهى الأمر. نعم. رحمه الله. والثالث الفرع الذي معلش، المثال الثاني عندهم، المثال الثاني العبد، العبد يشبه الحر، لماذا؟ يصلي يصوم، ويشبه البهيمة، يشبه الشاة، يباع ويشترى، فيلحق. نقيس على من؟ قلنا القياس ضعيف، نجعل في الأشياء التي يشبه فيها الحر حر، وفي الأشياء التي يشبه فيها البهيمة بهيمة، انتهى الأمر صح، لا نلغي هذا ولا نلغي هذا. نعم. قال رحمه الله: والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا موجدا، فليلتحق بأي ذيل أكثر من غيره في وصفه الذي يراد. نعم. فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. والصحيح قلنا ضعيف. نعم. بقي معنا، لا بقي معنا في القياس قياس ايش؟ العكس، او قياس الضد، قياس العكس، وهو ان يثبت للفرع نقيض حكم الاصل، يثبت للفرع نقيض حكم الاصل. قلنا الخمر محرم كبيرة، والعلة الاسكار عصير مشكل، غير ليس فيه إسكار لا قليل ولا كثير، إذن يأخذ نقيض حكم الأصل. الوطأ الحرام حكمه كبيرة، الوطأ الحلال نعم، كما أنه يأخذ إثم على الوطأ الحرام فالوطأ الحلال يأخذ عليه أجر. وقال عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بأجر؟ قال أرأيتم إن وضع فيه. هذا قياس العكس أو قياس الضد، مفهوم؟ طيب، لا يمكن نقيس إلا على أصل، ما نقيس على مقيس عليه. مثال الآن تقول يجري الربا في الرز قياسا على ماذا؟ على، لابد تقيس على أصل. تقول يجري الربا في الرز قياسا على البر، صحيح القياس هنا لأنه قسنا على أصل. المثال صحيح أو ضعيف أنا ليس لي علاقة. يأتي آخر يقول يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، نقول خطأ لأن الرز ليس أصل، مفهوم؟ كيف تقيس عليه؟ تقيس على الأصل لأنه ممكن هذا الفرع الثاني يشبه الفرع الأول لكن لا يشبه الأصل، فلا يصح القياس، مفهوم؟ ولابد أن يكون حكم الأصل ثابت بكتاب أو سنة أو إجماع أو مقطوع فيه بنفي الفارق، لأن لا فرق بين الفرع والأصل، مفهوم؟ تمام. تقول يجري الربا في شو اسمه هذا؟ التايد، تعرفوا التايد؟ صابون تايد أو أريال قياسا على الذرة، يصح؟ لا يصح، لا يصح، هذا مقطوع فيه بنفي الفارق، هذا مطعوم وهذا غير مطعوم، مفهوم؟ أي نعم. ولهذا أقول أن لديهم قياس يسميه العلماء
قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار. يعني لا يمكن، واضح الفرق بين الفرع والأصل. نعم، يسمي العلماء هذا القياس فاسد الاعتبار. نعم. فصل. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. نعم. بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون ميل. دون فرق، فلا فرق بين الخمر يكون من قمح، من شعير، من زبيب، من فواكه، لا فرق. أي نعم، لأن العلة الإسكار. نعم. وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما. نعم، لابد أن يكون ثابت حكم الأصل، نثبت حكما للأصل. نعم. وشرط كل علة أن تضطرد في كل معمولاتها التي ترد. نعم، لكن قلنا مثلا التعيد هذا لا يمكن، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. نعم. لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. نعم. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه. خلاص أخذنا إثبات وقياس العكس. نعم. فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب. نعم. فصل. لا حكم قبل بعثة الرسول. الآن أراد أن يتكلم عن الأحكام والأشياء التي كان يعملها الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أشياء كان يفعلها قبل البعثة. يقول أصلا هذا المبحث بعض العلماء يقول لا داعي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح كل شيء والدين بين. صح، والحمد لله رب العالمين. فالشرع إذا جاء وخالف الأشياء التي كانت قبل فنأخذ بالخلاف. صح، يعني أن هذا مخالف لما كان عليه، وإذا وافق فالشرع هو الذي قال بالموافقة، لا نأخذ بما كان قبل وانتهى الأمر. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: فصل. لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. نعم، بعدها بمقتضى الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الدين وبين. نعم. والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. نعم. بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه. نعم. وحيث لم نجد دليل حلي شرعا تمسكنا بحكم الأصل. نعم. هو يسمي هذا الفقهاء الاستصحاب، يعني استصحاب البراءة الأصلية. نعم، لأن الأدلة عندهم الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح والاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية. نعم. مستصحبين الأصل لا سواه، وقال قوم ضد ما قلناه. نعم، يعني الأصل التحريم، والأول الأصل الإباحة. نعم، والقول الثالث التوقف. نعم. أيوة. والصحيح أن كل بين، الحمد لله واضح. نعم. أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. نعم. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه. نعم. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. قد فقد، لا يوجد دليل، نستصحب البراءة الأصلية، نقول الأصل الجواز في العبادات التحريم وفي العادات الحل. نعم، امشي. باب ترتيب الأدلة. الآن هذا من القسم الثاني، كيفية الاستفادة منها، كيف ترتب الأدلة. نعم. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل. نعم، ولهذا نرد المتشابه إلى المحكم. نعم. وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم. نعم، الظن على قول عندهم في الآحاد. نعم، يقدم المتواتر على الآحاد. نعم. إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم. ولا تعارض بين الخاص والعام، ولا بين المطلق والمقيد. نعم. والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي. نعم، يقول النطق يعني تقدم الأدلة من الكتاب والسنة على القياس. مفهوم؟ يسمي العلماء هذا قلنا قياس فاسد الاعتبار، إن ورد النص فلا يمكن أن تقيس. نعم. وقدموا القياس الجلي على القياس الخفي، قياس خفي التائد على البر. نعم. وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير أو سنة تغيير الاستصحاب، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب.
بالاستصحاب، فالنطق حجة إذن، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. يقول الآن استصحاب البراءة الأصلية إن لم يوجد نص، وجد النص لا، تقدم النص وتلغي البراءة الأصلية. نعم. قال رحمه الله: باب في المفتي والمستفتي والتقليد. الحمد لله، هذا القسم الأخير. مفتي هو الذي يخبر بالحكم الشرعي، مفهوم؟ والمستفتي هو الذي يسأل عن الحكم الشرعي. نعم. قال رحمه الله: والشرط في المفتي اجتهاد. انتبه معي، يذكر شروط للمفتي. قال: والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آل الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد. نعم، يقول لابد في المجتهد حفظ القرآن، هذا لا تنازل عنه، وحفظ أكثر الأحاديث المتعلقة بالأحكام. أما ما يذكر المؤلف هنا يقول هذه قد لا توجد في الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مفهوم؟ يقول يعرف المذاهب الأربعة، ويعرف اللغة والأدب، ويعرف مواضع الإجماع ومواضع الخلاف، ويعرف الناسخ والمنسوخ وكذا وكذا. يقول هذه لا تجتمع حتى في الإمام أحمد رحمه الله، لكن يعرف الغالب من هذه. نعم. قال: مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت. يعرف المذاهب الأربعة وكذلك الخلاف. نعم. والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب. نعم. قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. هذه قدرة يتمكن بها من استنباط المسائل من أدلتها على أسس سليمة. يعني إيش القدرة؟ كان السلف العالم يدرب الطالب، يعطيه، يقول ما تقول في هذا، ما يدربه، مفهوم؟ مثل ما قلنا تأخذ حديث وتستنبط منه الأحكام ثم ترجع إلى الشرح. نعم. مع علمه التفسير في الآيات. يقول يعرف التفسير. نعم. مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة، ويعرف الأحاديث، ويعرف الرواة. نعم. وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. إذا إيش بقي إذا هذا كافي؟ ماذا أبقى لنا أصلا؟ لم يبقى شيء. نعم. ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي. يقول المستفتي لابد أن يكون جاهل، لو كان عالم لا يصح له أن يستفتي، لكن قد يستفتي حتى يتثبت من الحكم، ما الإشكال؟ ويفرح لموافقة فلان له، وهذا كان عليه السلف رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. نعم، لا يجوز له أن يقلد، لكن يأتينا أنه قد يكون التقليد عاما وقد يكون خاصا. نعم. قال رحمه الله: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. لا، وقيل لا، لأن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بتقليد، هذا اتباع. التقليد هو اتباع من قوله ليس بحجة، والحجة في كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي الإجماع وفي القياس الصحيح وفي أقوال الصحابة رضي الله عليهم. نعم. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. هذا الصحيح. نعم. فصل: الاجتهاد. الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق، وفي الشرع في الاصطلاح بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. يعني لو جاءنا الشيخ راشد وقال أنا اجتهدت في حمل هذا الكتاب، يصح لغة؟ لا يصح. لكن يقول اجتهدت في حمل هذه الطاولة، هذا اجتهاد. ويقول اجتهدت وخلصت باجتهادي أن الزنا محرم بالكبيرة من كبائر الذنوب، نقول ما صنعت شيء، صح؟ قال لكن اجتهد في إثبات الأدلة
على أن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء، نقول صحيح. نعم. قال رحمه الله: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. نعم، والاجتهاد قد يجتهد في باب خاص من أبواب العلم، وقد يفتح له في كل الأبواب. تقول هذا مجتهد في الحديث مثلا، صحيح؟ أي نعم. قال: ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنعون الخطأ. طيب، هو سيشرح الآن الفروع. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع. يقول: في أصول الدين ذا الوجه امتنع، لا اجتهاد في أصول الدين. تقسيم الدين إلى أصول وفروع يقول هذا غير صحيح، وبل من علم الكلام، لأن الدين كله أصل. نعم. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، فيه تصويب لأرباب البدع. هذا الكلام غير صحيح، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. يا أخواننا، الآن المسائل اللي أذكرها هذه معلومة من الدين بالضرورة، والأدلة قامت عليها، بل الإجماع. مخالف هذا يكفر كفر أكبر، كيف يكون اجتهاد هنا؟ نعم. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى، حيث كفرا ثلثوا الزاعمين أنهم لم يبعثوا. هذا معلوم من الدين بالضرورة، وأجمعت الأمة عليه، ودل على الكتاب والسنة والإجماع، حتى العقل أحيانا. نعم. من النصارى، حيث كفرا ثلثوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين، كذا المجوس في ادعى الأصلين. رؤية الله سبحانه وتعالى تكون يوم القيامة في الجنة على من شاء الله سبحانه وتعالى. أما في الدنيا إجماع أن الرؤية حال اليقظة هذه ممتنعة في الدنيا. نعم. لا، هم الرؤية المنامية عندهم مختلفين فيها. نعم، امشي. قال رحمه الله: ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، ويجعل نصفه من أخطأ. يأخذ أجرين إذا أصاب، أجر على التعب وبذل الجهد، وأجر على إصابة الحق. وإن أخطأ كان الأصل أن يكون له أجر على التعب ووزر على الخطأ، لكن خطأ مغفور لأنه بغير قصد. نعم. لما روى عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد، وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة. الدر 204، الدر 204، الراء 200، والدال 4، يحسب التواريخ بالأحرف. أبجد ألف 1، باء 2، جيم 3، دال 4، وتمشي على هذا إلى أن تصل إلى 10. بعد 10 20، إلى 100. بعد 100 200، إلى كم؟ إلى 1000. هذا آخر شيء، مفهوم؟ وعلى هذا تحسب، وهذا تضبط لك التواريخ أسهل ما يكون. وفاة الأئمة الأربعة. نعم. كيف تعرف وفاة الأئمة الأربعة؟ لنعمانهم قال، توفي أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قال، وطعق لمالكي، وللشافعي در. در هي هذه عندنا الآن 204، ورم لابن حنبلي. هذا وفاة الأئمة الأربعة. ابن سعد رحمه الله تعالى دعوه لافتتاح الجامع الكبير في عنيزة، فجاء وقال هذه الأبيات: جد بالرضا، وأعطي المنى من ساعدوا أو شاركوا في ذا البناء، تاريخه حين انتهى قول المنيب، أغفر لنا توفيق من الله، كرامات أولياء، والشهر في شوال، يا رب تقبل سعينا. خلاص، أغفر لنا، سبحان الله، دعا وأرخ 1362، مفهوم؟ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى قال: أبياتها يسر، الياء 10، والسين 60 الله أعلم، والراء، يا أخي الآن قلت لكم الراء 200، صارت 270 بيت. قال تاريخ، لا، أبياتها يسر،
بعد الجمل تاريخها الغفران 1362، يعني دعا أن الله يغفر له وأرخ في وقت واحد. ضبطوا أصحاب الفرائض، ضبطوا ذوي الفروض من هذا الرجز، خذها مرتبة وقل هبا دبز والدبز ما أدري يعني. الهاء أصحاب النصف 5، الباء أصحاب الربع 2، والألف أصحاب الثمن 1، وأصحاب الثلثين 4 دال، صحيح؟ نعم. وأصحاب الثلث 2 باء، بقي معنى الزاي أصحاب السدس 7، هذا أصحاب الفروض. مفهوم؟ نعم. يقول يعني هذا لديهم كثير في حساب التواريخ حتى تضبط وتحفظ. مفهوم؟ يقول قد تم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة، يعني 204 في عام الطائم ثم ضائم ثم ثاني ربيع شهر وضع المصطفى عليه الصلاة والسلام. كم قال؟ لا لا، الجمع كله كم؟ ما ذكر؟ بعدين امشي. الحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحسبه وكل مؤمن به عليه الصلاة والسلام، كما حمد في أول الكتاب حمد في آخر الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه وعلينا النعمة، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على إتمام النعمة، ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. سنة 89 900، نعم.